بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في تاني محاضراتنا في مادة الرسم الهندسي. والنهاردة إن شاء الله هنتعرف على أنواع الخطوط اللي هنستخدمها بعد كده في كل محاضراتنا إن شاء الله. أنواع الخطوط دي يا جماعة ليها أهمية شديدة جدا، لأنها على حسب نوع الخط كشكلا وكسمك أنت بتقدر تعرف أو تحدد وظيفة الخط ده ويستخدم ازاي، وبناء عليه اللي هيقرأ اللوحة بتاعتك هيقدر يفهم انت تقصد ايه بالخط اللي انت مستخدمه ده. بالنسبة لأنواع الخطوط، احنا عندنا أنواع كتير من الخطوط دي زي ما قلت لكم. أولها يا جماعة اللي هو ايه، عندنا اللي هو السيك لاين، ده السيك كونتينوس لاين، وده بيبقى زي خط كده سميك ظاهر عندك اهو. بعد كده عندنا حاجة بيسموها سين كونتينوس لاين اللي هو الخط ده، وفي ويفي كونتينوس لاين اللي هو خط معرض كده زي بالشكل الموجود قدامك، وفي داش لاين او شورت داش لاين، شرطة مسافة بيضاء كده شرطة، وهكذا زي ما انت شايف كده بالنسبة لك. وفي اللونج تشين اللي هو ممكن السنتر لاين اللي معانا شباب، وبعد كده معانا الشورت تشين برضو، في واحدة نوع تاني من انواع التشين، والثين كونتينوس فور بريك ده بيستخدمه لما تعبر عن ان الشكل بتاعك مقطوع وهكذا. فمثلا لو ده الخط اللي هو السميك المتصل بالنسبه لك، لو السمك بتاعه اس، فالخط التين لاين ده بيبقى تلته او نصه، نص السمك تقريبا. يعني لو انت شغال بدم مثلا يعني 7 من 10، يبقى ده بيكون في حدود 35%. خلاص، ده بالنسبه للسمك بتاعك. تاني اهم حاجه بالنسبه لنا اللي هو الداش لاين. الداش لاين ده شباب برضو نفس السمك تقريبا اللي هو ده. خلاص، بيبقى طول الشرطه دي من 2 ل 8، والفراغ اللي ما بينهم ده من 1 ل 2 مليمتر تقريبا. يعني الشرطه دي طبعا انت بترسمها بايدك، يعني لما تيجي تشتغل ترسم، ما بنفضلش نقيسها، يعني ما بفضلش اقيس دي 2 دي 3، لا، بيبقى رينج معين، في الغالب بيبقى حوالين ال 4 مليمتر، والمسافة اللي في النص دي بتبقى تقريبا 2 مليمتر. بعد كده اللونج تشين، تمام، اللي هو الثين لونج تشين، وده اللي هو السنتر لاين اللي احنا بنستخدمه عشان نعبر على الشكل المتماثل، وبيكون الطول بتاعك ده من 5 الى 30 مليمتر، والمسافة دي بتكون من 3 ل 5 مليمتر. خلاص، ده تقريبا احنا في برضو نفس الشكل برضو، بس بيبقى شورت ده يا جماعة، بيبقى تقريبا دي من 3 ل 8، يعني تقريبا سنتي، والمسافات دي من 3 ل 4 مللي بالنسبة لك، يعني سنتي وسيب مللي، وتعمل شرطة مللي تقريبا وسيب مللي تاني وهكذا. خلاص، يعني دي تبقى 3 مللي اللي هو الحتة الصغيرة اللي موجودة معايا. السيم كونتينوس فور بريكس ده اللي هو العلامة الغريبة اللي موجودة قدامك دي، بنستخدمها لما يبقى عندك شكل مقطوع. بعد كده طيب، ايه اللي بقى الاستخدامات بتاعتنا؟ هنا بقى بيقول لك لو انت عندك اوت لاينز، يعني الاطار الخارجي بتاع الشكل بتاعك، دايما بنستخدم ليه هيفي كونتينوس لاين. السكشن لاينز، يعني كلمه سكشن لاينز، يعني لو انت عندك التهشير، خطوط التهشير بتاعتك مثلا اللي هي الهاتشنج لاينز اللي هنشوفها بعدين ان شاء الله، دي بنستخدم فيها لايت او لايت لاينز. الهيدن لاينز دي او اللي بيسموها الداش لاين بتبقى سميكة أو ميديوم كده زي موجودة قدامك. السنتر لاين بيبقى ده اللي هو احنا قلنا عليه شورت تشين، ده بيبقى تقريبا سنتي لسنتي ونص، وبعد كده ملي، وبعد كده شرطة تقريبا ملي، أو بعد كده في حتة فاضية وهكذا. ده بنستخدمه شباب لما يبقى معاك إيه شكل متماثل، وأي دايرة أو أسطوانة لازم تحط فيها سنتر لاين. الهيدن لاينز ده بنستخدمه لما نحتاج إن احنا نعبر على أجزاء أنا مش شايفها. يعني مثلا انت بترسم مبنى، وفي ظهر المبنى ده مثلا في مبنى تاني صغير كده احنا مش شايفينه، فلما بنيجي نرسم بستخدم هيدن لاينز اللي هي دي، وبعبر عن الشكل اللي في الظهر ده بخطوط متقطعه زي دي. السكشن لاين دي اللي هو خطوط التهشير بتاعتنا اللي هنشوفها بعدين ان شاء الله. بعد كده في حاجه بيسموها دايمنشن اند اكستنشن لاينز اللي هي خطوط الابعاد والامتداد بتاعته اللي هي دي، ودي بتبقى برضو خفيفه نفس السمك بتاع اللي هو السنتر لاين. فاحنا بشغلنا، يعني لو انت حضرت المحاضرة بتاعت الأدوات، معظم شغلنا بيبقى ده، لو ده مثلا نص ملي، يعني ده اللي هو النص ملي اللي انت بتشتغل بيه،
السنتر لاين بيبقى 35% تقريبا هو واللايت والاكستنشن لاينز. الكاتنج بلينز ده لما يبقى عندك مستوى قطع، بيبقى بدل شرطه واحده هنا بيبقى هنا شرطتين، وبيبقى اللاين سيك يعني، ممكن ده وممكن الاثنين دول. هنا بقى ده البريك لاينز، يعني لو انت عايز تقول ان انا عندي خط فاصل بين جزئين، فبنستخدم اللي هو الزجزاج اللاين ده بالشكل ده عشوائي، يعني الخط ده بتعمله عشوائي، او اللي هو ايه العلامه اللي موجوده قدامك دي. امثله على انواع الخطوط المختلفه واستخداماتها، بص بقى هنا، ده مثلا الجزء ده شكل موجود قدامك اهو، خلاص عشان بس نفهم يعني ايه سيكشن لاين والكلام ده كله. اول حاجه معانا ده اطار خارجي، شايف الخط ده اطار خارجي اسمه فيزيبل لاين، يعني خط ظاهر موجود معانا، فده يتعمل سيك كونتينيوس لاين، يعني خط سميك متصل وبيكون السمك بتاعه نص ملي. اللي موجود ده داش لاين، داش لاين احنا هنتفق ان احنا نستخدمه برضو سيك داش لاين، وبيكون نص ملي برضو. برضو اي حاجه ظهرت معاك هنستخدمها بتبقى ايه كونتينوس، وبتكون نص ملي متر خلاص. اما السنتر لاين اللي انت شايفه ده اسمه كاتنج بلين، ده اسمه ايه كاتنج بلين، بيبقى برضو زي بس بيبقى فيه شرطتين، اللي هم الشرطتين اللي موجودين معانا دول، اللي هم دول الشباب، وده الفرق بينه وبين السنتر لاين. بص السنتر لاين اللي هو ده، ادي خط وادي نقطه، بعد كده خط تاني وادي نقطه وهكذا، ده اسمه لونج تشين اهي موجوده معانا، وده بستخدمه لما يكون عندي اي خط، اي اسطوانه او اي دايره لازم يكون تو سنتر لاينز متعامدين على بعض خلاص. فده كده الخط ده بقى اسمه اكستنشن لاين، اللي هو ايه خط الابعاد ده، وما بيكونش لازق في الجسم، ده اكستنشن لاين اكستنشن لاين، وده خط الدايمنشن لاين خط البعد، وده الرقم بتاعي اللي انا ايه برسم على اساسه. فدول يا شباب بيبقوا ثين ثين يعني رفيع، ثين لاينز يعني 35% اللي انا بستخدمه فيهم. ده برضو اللي هو ايه اللي هو اللونج بريك لاين، يعني معنى كده ان ده ممتد، فانا عشان اللوحه بتاعته قصيره مش هتقدر ترسم الطول كله، فبنعمل العلامه دي ان الخط ده ممتد، وادي كاتب الرقم بتاعه زي ما انت شايف. يبقى الداش لاين ده اللي هو الهيدن لاين، ده اللي هو السنتر لاين اهو يا شباب، هنا ده الفانتوم لاين اللي هو مثلا زي جنزير مثلا، ولا حاجه بتبقى واصله ما بين البكرتين دول او حاجه زي كده، وده شورت بريك لاين. يبقى انت عندنا اتنين بريك لاين، ده لما يبقى لونج بنعمل العلامه دي، لما يبقى شورت يعني المسافه صغيره بنعمله كده بايدينا زي ما انت شايف كده، ده بيسموه ايه بريك لاين. نيجي بقى للسيكشن لاين، ايه هو السيكشن لاين؟ الحته دي يا شباب بيبقى ده اسمه سيكشن، يعني قطاع، يعني مسقط تاني، او كانك جبت سكينه وقطعت في الجسم ده، فخطوط دي بيسموها الهاتشنج لاين، خطوط التهشير، ودي يا شباب بتكون ثين لاين، خطوط رفيعه خلاص، لازم تكون 35%، واللي من بره يكون نص مليمتر. عندنا ده اللي هو الليدر، الليدر بتاعنا هو يا شباب اللي هو ايه، لما تكون انت عايز تشاور على حاجه وعايز تكتب نوت او معلومه معينه، بدي اعمل خط كده واكتب ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها. طيب ازاي بقى اثبت اللوحه بتاعتي والادوات؟ ده اول استخدام ليك بالنسبه لي اللوحة والبوردة والمسطرة والمثلثات وكده. أول حاجة أنت سيادتك بتيجي هنا تثبت اللوحة الورقية بتاعتك بالشكل ده، بتخلي الحافة بتاعت المسطرة دي مسطرة حرف تي. أول حاجة تتأكد إن على إيدك الشمال دايما إن كنت على البوردة، يعني دايما في تلاصق ما بين المسطرة وما بين البوردة، وتبقى دايما إيدك الشمال حاططها هنا، حاططها هنا على أساس إنها تبقى إيه ضامنة إن في ضغط من المسطره على البورده، دي البورده او اللوحه الخشبيه بتاعتنا. وخلي الحافه دي يا جماعه على الحافه دي. وبعدين كده انا ضمنت ان حافه اللوحه ماشيه مع حافه المسطره. في الوقت اللي انا مثبت فيه المسطره على اللوحه، ادي مثبت من هنا بسلوتيب. وبعد كده ادي مرجع المسطره لتحت واعمل ايه؟ واثبت من فوق. كده انت ثبتت ايه؟ اللوحه بتاعتك. طبعا البورده بتبقى اكبر بكتير من اللوحه بتاعتك، فانت بتثبت اللوحه في المكان اللي انت حسب طولك واسرك وحسب وضعية الجلوس بتاعتك بتحطها في بوزيشن يريحك انت وشغال وما يتعبش ظهرك، وتقدر توصل لاي مكان جوه اللوحة دي، ودي اول حاجة سيادتك بتعملها. طيب لما تيجي تشتغل بقى، ادي المسطرة بتاعتك اهي، دي المسطرة حرف تي بتاعتنا، دايما هنا اربع صوابع معاك دول بيبقوا شادين
او ضاغطين على المسطره وشدينها الناحيه دي، شدينها ناحيه اليمين. فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني انت ضغط تضغط عليها وتزقها ناحيه اليمين عشان تضمن ان في كونتاكت ما بين الجزء الفلات ده وما بين البورده اللي هي دي. لما تيجي ترسم بقى البنسل او تستخدم القلم بتاعك عشان ترسم، لازم القلم يكون مايل بزاويه تكون تقريبا 60 درجه، 60 درجه. وحاول يعني على حسب الخط ده ظاهر ولا خفيف، انت بتتحكم في درجه اللاين بتاعك. خلاص، من ناحيه القوه، من ناحيه زاهي ولا خفيف ولا كده، يعني بالخبره هتلاقي ايدك اتمشت. بس عشان القلم يمشي سموز لازم يكون تقريبا مايل بزاويه 60 درجه. المسطرة حرف تي دي يا شباب الهدف منها هو ان انت ترسم خطوط افقية فقط لا غير. المفروض المسطرة حرف تي ما استخدمهاش غير عشان ارسم حواف او خطوط افقية موازية لبعض. طيب لو انا عايز ارسم اي خط رأسي ارسمه باستخدام المثلث، يبقى لازم المثلث ده انا بستخدمه عشان ارسم اللاينز الفيرتيكال على المسطرة. فباجي ادي حاطط المسطرة المثلث بتاعي على المسطرة، يعني بشد المسطرة واثبتها فوق منها مين؟ المثلث، وبرسم اللي انا عايزه. طبعا المثلثات دي يا شباب بتبقى ايه؟ اللي هو 30 60 و45 زي كده. بص هنا اهو ركب المثلث اهو. بص ايده دي ماسكه ايه؟ لو انت واخد بالك ضغط على المثلث مخلاه ان كونتاكت مع المسطره، في نفس الوقت في صبعين هنا ضاغطين على المسطره حرف تي وشدينها عشان يضمن ان هنا في كونتاكت. القلم التاني ده جاي من تحت طالع لفوق ومايل بزاوية 60 درجة. ده الاستخدام الصحيح لمين يا شباب؟ للثلاث أدوات مع بعض وإيديك، إزاي أنت تمانج إيديك دي بحيث تقدر تضمن إن المسطرة إن كنتك مع البوردة وتكون مشدودة، في نفس الوقت المثلث ده يكون ضاغط على هنا والحافة بتاعته دي ملاصقة لحافة المسطرة حرف تي ولازقين في بعض، وإيدك التانية اللي بترسم بيها تكون مايلة ب 60 درجة ومن تحت لفوق، ويكون شكلها بالشكل ده يا شباب. ادي البورد ده شكل مجسم، وادي مسطرة حرف تي، وادي المثلث، والقلم مايل بزاويه كام؟ 60 درجه اللي انت بتشتغل بيه. خلاص، طبعا المثلث ده يا شباب بتحط على حسب الزاويه اللي انت عايزها، يعني لو انت عايز زاويه 45 درجه يبقى تشتغل على الجنب ده وترسم من تحت لفوق اهو. لو انا عايز من هنا يبقى باجي من فوق لتحت. خلاص، طيب لو انا عايز من هنا ومن هنا، من هنا تطلع لفوق ومن هنا تنزل من فوق لتحت. ده عشان يبقى فيه سهولة انت وبتيجي تمسك القلم بتاعك وبترسم، وهكذا في 30 60 وهكذا. كلها دي ايه؟ وضعيات، وبيقول لك ايه الزوايا اللي انت ممكن تحصل من خلالها، يعني او تحصل باستخدام المثلثات. يا ترى 45 45 45 30 60 وهنا 30 60. يعني بص هنا الخط ده كده، او الخط ده، الخط ده مايل على الافقي بزاوية 30، اما الخط ده او اي خطوط موازيه ليه، الخط ده يا شباب مايل على الافقي بزاويه 60 درجه اللي هي دي. طبعا لو انت حطيت المثلثين فوق بعض بالشكل ده فانت تقدر تعمل زاويه مقدارها 15 او 75 درجه، 15 او 75. فهو هنا بيعلمك وضعيات مختلفه للمثلث على المسطره حرف تي تقدر تحصل منه على ال 15 ومضاعفتها. يعني تقدر تحصل على 15 30 45 60 75 ولحد 90. يبقى دي كلها الزوايا انت تقدر تحصل عليها باستخدام مين؟ باستخدام المثلثات بتاعتك. بعد كده طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا اللي هو البرجل. البرجل ده يا جماعه احنا بنستخدمه عشان اعمل ايه؟ عشان ارسم الدوائر بتاعتي. بص هنا بقول لك ايه بقى؟ اي دايره بترسمها اول حاجه لازم ليها سنتر ونصف القطر. فالسنتر ده بيتعامل ازاي يا شباب؟ يبقى لازم هنا في سنتر لاين اللي هو الخط الطويل، بعد كده تسيب نقطة فراغ ونقطة، وبعد كده خط تاني وهكذا. تمام، تروح بره تاخد البرجل بتاعك ده وتروح بره. مثلا أنا عايز أرسم دايرة نصف قطرها مثلا 25، يبقى القطر بكام؟ 50. فتروح تفتح بره ال 25 بتاعتك ملي، وبعدين تركز سن البرجل هنا، وادي القلم بتاعك أهو أو السن بتاع البرجل، وتبدأ إيه؟ تمشي من هنا كلوك وايز أهو زي معامل، يعني في اتجاه إيه؟ عقارب الساعة. باتجاه عقارب الساعة، ويكون برضو مايل بزاوية، يعني حاول البرجل يكون مايل بزاوية عشان يبقى سهل انت وبتحركه، يبقى سهل معاك انت وبتحركه. ده بالنسبة لمين؟ للوضع بتاع البرجل. وبرضو هنا بقول لك حاول يعني في الأول خالص ثبت
هنا بس بيقول لك ايه، لازم تثبت النقطة بتاعة البرجل وتتأكد انها محكمة مش هتتزحلق منك، مش تيجي ترسم تبص تلاقي ايه البرجل راح الحتة بتاعته دي اتحركت منها، بتلاقي نفسك الدايرة باظت منك. لا، فانت لازم في الاول ايه تتأكد ان النقطة دي متثبتة في اللوحة من غير ما تخرمها. خلي بالك لان في ناس غشيمة شوية، يمسك البرجل يضغط عليه يدي خارم اللوحة والخرم ده احيانا بيوسع وتلاقي الدايره بتاعته بدل ما هي دايره بقت شكل بيضاوي ومش مظبوطه، واللوحه بتاعته بقت شكلها قذر يعني لا مؤاخذه في اللفظ يعني. فلازم تخلي بالك من ايه، من الحاجات دي، تثبتها زي ما انت شايف قدامك تبقى ثابته في مكانها اللي هو الابره المدببه دي، بس في نفس الوقت ما تحاول ما تخرمش اللوحه، وفي نفس الوقت ايه تبقى ايدك سموز يعني تبقاش يعني تضغط عليها جامد ولا تخففها جامد. نيجي بعد كده حاجة مهمة جدا ألا وهي البنسل جريد أوردر. هل كل الأقلام السنون اللي أنا بستخدمها زي بعض؟ لا، قال لك الأقلام دي مجموعة كبيرة جدا كلها بتشترك إنها جرافايت، يعني كلها من إيه؟ من اللي هو الكربون، بس بيضاف ليها إضافات. فتبص هنا تلاقي إيه؟ عندك اتش بي، بي 2 بي، 3 بي، 4 بي، لحد 9 بي. كل ما بتطلع لفوق كل ما بيبقى داركر يعني اغمق، وفي نفس الوقت سوفتر يعني بيتكسر بسرعه بس بيبقى غامق قوي. كل ما بتنزل لتحت بيبقى انشف لكن بيبقى باهت جدا. فاحنا هنا هنعمل ايه يا شباب؟ يعني احنا هنستخدم 2 بي، ده اشهر حاجه بالنسبه لنا 2 بي واتش بي، دول عشان ارسم بيهم الحاجات الزاهيه والفينشنج بتوعي. يعني ليه 2 بي ماشي ما لقيتش هتشتغل على الاتش بي؟ الاتش بي مشتهر يعني موجود اكتر. خلاص، المهم اي حاجه من الجريدز دي ده بنستخدمهم ليه يا شباب؟ في حالة الفينيشنج النهائي وفي حالة الفيزابل لاينز أو الخطوط الظاهرة وكده. طيب إحنا في الأول أنا قلت لك هات قلمين، هات قلمين، قلم 35% ده السمك بتاعه، وده وهات له علبة سنون كام؟ 2H. 2H، ال 2H ده يا شباب بيبقى باهت شوية، وده بنستخدمه في كل في البداية بتاعتنا عشان أحدد المراكز وأحدد البداية وأحدد النهاية وحدد كل حاجتي، وفي نفس الوقت عشان هو باهت وخطه بيبقى لما بيبقى الخط كده بيبقى الخط بتاعه تقريبا مش واضح، فده بيمكنني ان انا حتى لو غلطت وحبيت امسح او اعمل اي حاجه ما يبوظليش اللوحه بتاعتي وتبقى اللوحه بتاعتك نظيفه طول الوقت. وبمناسبه النظافه طبعا انت لازم تخلي بالك ان انت ايه كل شويه تمسح ادواتك بالفوطه بتاعتك، تتاكد ان ايديك نظيفه واللوحه اي بواقي مسح لازم تشيلها من اللوحه باستمرار. وهنا بص جايب لك اشهر الانواع بتاعه الجريدز بتاعه البنسل، وبيقول لك بص هنا ده 2 اتش شوف باهت ازاي، شوف اتش بي هنا بيبقى عامل ازاي، شوف 2 بي عامل ازاي، شوف 8 بي عامل ازاي. فهو هنا بيقول لك ايه الفرق ما بين الانواع دي كلها. طيب احنا طبعا بنروح نشتري اللوحه، المفروض مش هنشتغل على لوحه متسطره جاهزه، لا احنا بنجيب لوحة فاضية خالص. اللوحة بتاعتنا دي يا شباب بيسموها ربع عند الجماعة البياعين، او لو انت هتجيب اللي هو عاملة زي الكراسة كده سكتش رسم فيه 24 لوحة مش عارف اسمه كانسون او مش عارف اسمه ايه كده، دي بتبقى فيه اللوحة ستاندرد A3. فالمهم احنا بنشتغل على ستاندرد مقياس مقياس اللوحة بتاعتنا بيبقى A3 اسمه A3، وده يا شباب بتكون ابعاد اللوحه بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها 420 في 297. فبص بقى معايا ده كده اللي هو الترند سايز اوف شيت، يعني ده اللي هو السايز اللي انت جبته. خلاص، جوه ده المفروض بنرسم برواز. البرواز ده بتاعنا اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو اهو معاك ده، شاف؟ معلش خلي بالك المستطيل اللي من بره، المستطيل اللي من بره ده شباب ده اللوحه اللي انت جبتها. اول ريكتانجل من جوه اللي هو ده اهو اللي انا ماشي عليه ده كده، ده اللي هو 420، ده كده 420 وده كده كام؟ 297. ده 420 اهو وده كده 297، يعني 42 سنتي في 29 و7 من 10 سنتي. بس سيادتك اول حاجه تيجي تبدا من النقطه دي اهي وتدي راسم خط طوله 42 خلاص، وبعدين تيجي من النقطة دي نازل 29 و7 من 10، تيجي هنا انت راسم 42، تيجي هنا انت طالع بالمثلث
رسم ايه؟ ال 297. وبعدين جوه ده بقى برسم برواز تاني، برواز تاني تيجي من اللاين ده، ادي ماشي كده 2 سم اللي هي 20 مللي، وده عامل ايه؟ وادي مثلا، ومن هنا بنزل 5، يعني المسافة دي 5 مللي، 5 مللي المفروض الحتة دي، هو المفروض السهمين مش هنا، لا اللي هو ما بين الخط ده وما بين الخط ده 5 مللي، يبقى هنا 5 وهنا 20، واجي من النقطة دي ادي ماشي كده لحد قبل النهاية بتاعتي بخمسة كمان. طيب إذا كانت هي 420، مش كانت 420؟ شيل منها 20 يبقى بقت كام؟ بقت 400 بالظبط. طب شيل منها كمان 5 يبقى كام؟ 395، يعني 39.5 سنتي. يبقى الخط اللي من جوه ده بيبقى طوله 39.5 سنتي، أو بشغلنا بالملي بيبقى 395. ونفس الكلام من هنا أهو، اللي هو ده أهو، والمسافة دي اللي بتبقى كام؟ 297 ناقص 10، يعني 287، لأن 5 من هنا و5 من هنا، يعني الخط ده بيبقى 287. وده السبب يا باشمهندسين، أنا قلت لك هات مثلثات تكون على الأقل 29 سم و7 من 10، ما تجيبش المثلثات اللي هي 27 سم أو 28 سم، عشان أنت عندك الطول هنا بيبقى كام؟ تقريبا 30 سم بس، عشان ما تفضلش كل شوية ترسم حتة من الخط وبعد كده تزق المثلث وتكمل باقي الخط، وتلاقي السن بتاع القلم بتاعك مره راح يمين مره راح شمال، فتلاقي اللوحه كده ايه، مش مظبوطه بالنسبه لك. يبقى احنا اول حاجه هتعملها سيادتك هتثبت اللوحه، هترسم الخطوط اللي من جوه دي، البرواز المستطيل ده وجواه مستطيل تاني. يبقى ده كده اللي هو ايه يا شباب، اللي هو البوردرز بتاعتنا، او اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو المساحه اللي هنشتغل عليها. طيب هل كل اللوحات يعني عميان كده انها تشتغل على اي سايز وخلاص؟ لا، قال لك احنا عندنا ستاندرد سايز اللي هي دي يا شباب. سيادتك بتشتغل على المفروض السايز ده اللي هو المفروض هنا عندنا بنشتغل، بص هنا ادي التقسيمه بتاعتنا، دي التقسيمه بتاعتنا. فهنا يا شباب عندنا ايه، دايما كده مثلا الورق اي 4 الصغيره دي، عارفين الاي 4 اللي انت بتصور عليها اللي هي دي، لو جبت اتنين جنب بعض بيبقوا اي 3، يبقى اي 4 واي 4 دول بسموهم اي 3، لو قسمت الـ A4 نصين بيسموها A5. A3 و A3 بيساوي A2، A2 و A2 A1، A1 و A1 اللي هو ايه؟ الـ A نوت بتاعتنا. خلاص؟ أعتقد الـ Dimensions اللي هنا مش مظبوطة. يعني ما معلش يعني محدش يبص للأرقام دي. خلاص؟ طيب بالنسبة بقى لإيه؟ للسكيل بتاعت الرسم، لو أنا مثلا اللوحة بتاعتي دي آخرها 42 سم في تقريبا 30 سم مثلا يعني، وهعمل منها برواز ومش عارف ايه وكده. طب لو انا عايز ارسم حاجه جواها كبيره ضخمه اعمل ايه؟ بنستخدم حاجه بيسموها مقياس الرسم. مقياس الرسم ده ان انت بتصغر الرسمه او بتكبرها. والله لو هي صغيره وعايز اوضح التفاصيل بتاعتها فبكبرها، لو عايز اصغر، لو هي كبيره وعايز يبقى لازم اصغرها. بس ما ينفعش تستخدم سكيلز من دماغك، لا، السكيلز الستاندرد هي دي، 1 لـ 2.5، 1 لـ 5، لـ 10، لـ 20، لـ 50، لـ 100. يعني معنى كده ايه؟ ان كل واحد على الرسم يكافئ 2.5 في الطبيعة، كل واحد على الرسم يكافئ 5، كل واحد على الرسم يكافئ 10 في الحقيقة، وهكذا. ده بقى لو انت ايه؟ لو انت هتصغر. اما لو انت هتكبر تقول كده كل 2 على الرسم يكافئ 1 في الطبيعة، او 5 على الرسم يكافئ 1 في الحقيقة، أو 10 على الرسم هو عبارة عن 1 في الحقيقة. ده بالنسبة لمقياس الرسم الستاندر اللي أنت المفروض تستخدمه. رسمنا وخلصنا وتمام التمام، المفروض اللوحة بتاعتك تتطبق. تتطبق إزاي يا باشمهندس؟ ما أنا لازم أحافظ عليها. فحاجة من الاتنين، يا إما تلفها وتحطها في الرول اللي أنت بتجيبه مع المسطرة بتاعتك، يا إما تعملها في دوسيه. يعني إيه في دوسيه؟ تجيب دوسيه اللي هو ليه بخرم وتخرم اللوحه بتاعتك، اللي هو ليه زي مشابك كده، اللي فيه حتتين حديد كده بتدوس على زي ماسك كده بيفتح ويقفل. المهم تيجي هنا ادي اللوحه بتاعتك اهي، تقصها على البرواز الخارجي، يبقى كده السايز بتاع اللوحه كام؟ 420 ب 297. اللوحه دي احنا عايزين نطبقها تبقى على قد الاي 4. الورقه الاي 4 يا شباب بتبقى 221 في 297. طب يجي يعمل ايه بقى؟ يجي دي قايس من هنا 125 ويتعود والتانيها من هنا، يعني يعمل تاني اللوحة
ودايس 105 تاني وديدانيها من هنا. وبعدين بص بقى عامل ازاي، يمسك الجنب ده ويجيبه عند الحافة دي، عند الحافة دي خلاص. اصبح كده السايز عبارة عن كام، 190، والحتة الصغيرة دي لو انت فاكر اللي هي كام يا شباب، اللي هي 20، اصبح العرض كله كام، 210. يبقى الورقة بتاعتك اللي هي دي انت طبقتها في حسبة 210 في 297، وعملت هنا ايه الفورمين دول اللي هتحطها في الدوسيه بعد كده وتثبتها. فده كده يا شباب الطريقة المثالية اللي انت تحفظ بيها شغلك بعد كده. وعشان تفتح اي لوحة دي ماسكها من الطرف ده وتشدها هتلاقيها اتفتحت قدامك، تطبقها ترجعها تاني زي ما هو موجود قدامك. طيب دي الملاحظات العامة اللي احنا بنتكلم عليها، ان انت لازم تحافظ على الادوات النظافة بتاعتك. يعني لازم في الاول تمسح البوردة قبل ما تعمل اي حاجة، تبدأ ماسك الفوطة بتاعتك وتمسح البوردة، تتأكد ان ايديك نظيفة جدا وغسلها قبل ما تيجي بمية وصابون وما فيهاش اي حاجة، ومش تبقى لسه ايديك ملسلسة ولا واكل شوكولاتة ولا بيتزا ولا وتيجي تهبب وترسم، ما ينفعش خالص. فلازم ايديك تكون نظيفة عشان الحاجات اللي في ايديك ما تنقلش للوحه. فدايما طول ما انت شغال بتمسح حاجه بالفوطه تطلعها بره اللوحه وبره البورده. دايما البورده تكون فاضيه، ما تكونش مكركبه بادواتك ومن والمنجله والمثلثات كله مكومه فوق البورده، لا تحطهم على يمينك او شمالك او من فوق خالص في البورده، بحيث ما يعطوش حركه المسطره حركه ايه انت وشغال. وتحط اللوحه في مكان مناسب بالنسبه لك، وتسيب فراغات ايه بين المساقط تكون متساوية. دي كلها حاجات ايه هو عايز يعلمها لك وبقول لك عليها ايه، خلي بالك منها انت بترسم. وهنا دي مثلا كده عشان تحرك المسطرة بتاعتك، احنا قلنا المسطرة دي بتطلع فوق وتحت، فبقول لك ايه ميلها شوية واطلع فوق او انزل تحت عشان تضمن ان مفيش احتكاك بينها وبين مين، اللاينز اللي انت عاملها. المثلث تمسكه من الحافة دي لما تحب تنقله خلاص. ما تجيش تبري القلم بتاعك او كده فوق فوق مين، او تحد قلم او كده فوق اللوحه، لا خليه بره ما تعملش اي حاجه هنا. دايما نظف القلم بفوطه او كده اللي هو السن بتاعه، لا طبعا ده بيتكلم على قلم الرصاص العادي، انتوا معظمكم بيجيب قلم سنون دلوقتي. لازم تعمل ايه، يكون معاك شاربنر اللي هو ده عشان تحد القلم، طبعا برضو بيتكلم لو انت بتشغل ببنسل قلم رصاص عادي يعني. ما تحطش كل ادواتك مكركبه هنا زي ما احنا قلنا، لا خلي البورده واللوحه وكل ده يبقى فاضي، ما عليهوش غير المسطره والقلم والمثلث. كل شويه امسح، عفوا شيل بواقي المسحه بتاعتك وارميها بره اللوحه زي ما مبين لك هنا. اياك تحط كف ايدك على اللوحه عشان ما توسخهاش او تمسح بايدك. وهنا ايه بيقول لك، اغسل ايديك طبعا فريكوينتلي واستخدم الصابون عشان تضمن ان ايدك نظيفه. لو انت عرقان او الجو حر او كده خلي بالك للعرق ينزل على اللوحه يبوظها لك، لان يا جماعه انت بتاخد بالساعات في اللوحه، وحرام حاجه زي كده تضيع لك مجهود يعني ساعات انت عملته. طبعا انت ما تفضلش تهرش بقى في دماغك وشعر يقع وتبوظ الدنيا. هنا برضه ايه، لما تيجي تمسح في اسطمبه، يعني لو انت عايز تمسح حاجه صغيره خالص في اسطمبه دي برضه ايه، يعني انت ممكن احنا ما قلتلكمش عليها، بس دي ممكن تجيبها عشان تمكنك ان انت تمسح الحاجات الصغيره. وممكن تجيب استيكه قلم وبالكتر تشطف حته منها، يا دوبك تبقى على قد ايه الحته الصغيره اللي انت بتمسحها. لما تيجي تشرح لحد شغلك خلاص وعايز تشاور له على حاجه، تشاور تقلب ايدك على الظهر، يعني تشاور بظهر ايدك وبالضافر بتاع ايدك كده وتشاور على الحاجه اللي انت عايزها. طيب لو اللوحه بتاعتي مثلا فيها نصين وفي حاجة أنا خلصتها، الدجاج وأنت حاطط عليها الفوطة أو تحط عليها ورقة بيضة، يعني تغطي شغلك اللي يخلص يتغطى. وخصوصا لما تبقى شغال في لوحة مثلا 3 4 ساعات وزهقت وعايز تاخد بريك أو كده، ما تسيبش اللوحة بتاعتك متعرضة للهواء، لا لازم تعمل إيه؟ تغطي البوردة باللوحة كده بقماشة زي ما هو قايل لك هنا، عشان إيه؟ تحافظ على نظافة اللوحة بتاعتك. خلاص؟ حلو جدا. نيجي بقى للي احنا مطلوب مننا، احنا كده اعتبر عرفنا يعني ايه رسم هندسي، هنعمل ايه، ادواتنا، وظيفتها، كل الكلام ده كله. طيب في الفصل بتاعك او في الحصه اللي جايه ان شاء الله المفروض هتعمل ايه سيادتك، او الحصه اللي احنا فيها دلوقتي، المفروض ان احنا اول حاجه عندك ادي اللوحه بتاعتك هترسم البرواز ده اللي هو كان كام يا شباب،
420 في 297. يبقى أول حاجة هتعملها هترسم البرواز ده، وبعدين هترسم مين؟ ترسم البرواز الداخلي اللي هو ده أهو. وإحنا قلنا المسافات دي 5، ودي 5، ودي 5 مللي طبعا، ودي 20. والطول ده كله كام؟ 420، وده كام؟ 297. وبعد كده تسيب المسافة دي عشان نكتب فيها بياناتنا، يعني نكتب أسيوط يونيفرسيتي فاكولتي أوف إنجينيرينج. هنا بتكتب مثلا اسم سيادتك، الريفايزد باي يعني مين اللي هيرجع لك اللوحة، هنا الكلاس أنت فصل كام، التاريخ اللي أنت سلمت فيه اللوحة، وهسيب حتى كده بقى إيه للمعيد بتاعك عشان أحط لك فيها الدرجة. خلاص. بعد كده بنقسم اللوحة دي نصين، أهو المسافة دي، يعني نمشي معايا خطوة خطوة. يبقى إحنا رسمنا البرواز ده أهو، وبعد كده رسمنا البرواز تاني الداخلي أو مستطيل من جوه، وبعد كده سيبنا المسافة دي من هنا، هدي لك الأبعاد دلوقتي، وعملنا خط تاني أفقي. جينا بقى قسمنا يعني ظبطنا المساحة المستطيلة دي، قسمناها نصين أهو، قسمناها نصين. إزاي تقسم أي مستطيل لنصين بالظبط؟ طبعا أنت ممكن تقيس المسافة من هنا لحد هنا وتشوفها كام وتقسمها، وانت عامل نقطة وبالمثلث ومسار حرف تي، وانت عامل الخط الرأسي، أو إن أنت توصل الدياجونال، توصل ده بالركن ده وتوصل الركن ده بالركن ده، نقطة تلاقيهم مع بعض. طبعا ما تعملش خط كامل، هي بس علامة كده وعلامة كده، نقطة تلاقيهم اعمل منها خط الرأس ده. وفي نفس نقطة التلاقي دي احنا كده كده عايزين نقسم الجزء ده لنصين كمان، يبقى من نقطة التلاقي دي اعمل الخط ده. خلاص. يبقى انت كده ايه معاك 3 مساحات جاهزه للرسم. ادي اول مساحه اللي هي دي اهي، وادي مساحه تانيه، وادي مساحه تالته، ودول 3 مساحات هرسم فيهم النهارده، او المفروض انت ترسم فيهم النهارده خلال السكشن بتاعك 3 رسومات. خلاص. ده التيبل اللي احنا قلنا عليه، ودي الدايمنشنز اللي انا بقول لك عليه. ارتفاع التيبل ده بيبقى 16 مللي. خلاص. وبنقسمه نصين 8 و8، بس الأول خانة دي يعني ماشي، أول خانة بتقسمها كده 8 مللي، وده عامل إيه؟ خط، وتكتب إيه؟ الحروف بتاعتك والكلام ده. هنا 5، وهنا 5، وهنا 5، وهنا 20 زي ما قلنا. الارتفاع ده 297، وده كام؟ 420. طيب ده يا جماعة بالنسبة لنا اللي هو أول رسمة المفروض أنت هترسمها النهاردة في الفصل بتاعك. برضو الهدف كله بيعرفك الخطوط، ازاي تبقى فاميليار وماهر في استخدام ادواتك، سواء الخط ده افقي، راسي، مايل، ازاي تمسح، ازاي ترسم دايره، ايه الداش لاين اللي هو ده، ايه الخط الظاهر، ايه الخط السنتر لاين. فهو عايز بس يمرنك على كل انواع الخطوط دي. ال3 رسومات دول هنحاول نرسمهم مع بعض ان شاء الله، مع بالاستعانه بالمعيدين بتوعك والبشمهندسين اللي موجودين في الفصل بتاعك، وان شاء الله المفروض ترسمهم خلال الفصل بتاعك. هنبدأ مع بعض، أحاول أساعدك شوية، ويعني إيه قبل ما تبدأ أي رسمة فكر هتعملها إزاي. يعني إحنا دلوقتي اتفقنا أدي اللوحة بتاعتنا. خلاص. فالرسمة دي اللي هي دي كده هتبقى على إيدنا الشمال هنا، هتبقى هنا، وكل واحدة من دول دي أو دي هتبقى موجودة فينا يا شباب، هتبقى موجودة هنا، واحدة فوق هنا وواحدة تحت هنا. خلاص. دول ال3 رسومات بتوعنا. هنبدأ بأول رسمة دي ونحاول نشوف ابدا فيها ازاي وافكر واخطط ازاي عشان اعملها. ادي تخيل دي المساحه اللي انا هرسم جواها، تمام كده شباب؟ عظيم جدا. المساحه اللي انت عايز ترسم جواها دي يا باشمهندس المفروض هترسم اللي هي زي دي، تكافئ دي اهي. ماشي. الاقي الرسم ده حاول تقسمها لاجزاء. اول مجموعه اللي هي مجموعه اللاينز موازيه لبعض ومتنوعه في السكنس وفي الطيب. يعني ده زاهي شويه، ده زاهي، ده خفيف، ومكررين بعد كده. ده كونتينوس لاين، ده اسمه داش لاين، ده اسمه سنتر لاين، وهكذا. فهو عايز ايه؟ ايدك تتمرن على الانواع المختلفه دي. طيب تمام، انا عايز ارسم هم الكام خط دول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 خطوط. طيب ماشي. الطول بتاع كل خط كام؟ قال لك تسيب من هنا 15 وتسيب زيهم من هنا 15 وتوصل للخط. يعني ادي المساحه اللي انا هرسم جواها، هسيب من هنا 15 ومن هنا 15 ومن فوق 15 اهي، وبعد كده ارسم اللاين بتاعي. تمام. المسافه بين كل لاين والتاني كام؟
5 مللي متر. يبقى انت سيادتك في تظبيطك للشغل اول حاجه هترسم اللاين افقي على ارتفاع كام من فوق يا شباب، على ارتفاع 15 مللي، وبعدين ترسم الخط الافقي ده عفوا الراسي على بعد كام من هنا 15 مللي، وبعدين خط زيه. خلي بالك كل اللاينز اللي انا بقول لك عليها تعملها ايه 2H، والثيكنس بتاع اللاين بتاعك 35 من 100 ملي متر، يعني حاجة تكاد لا ترى، لان الهدف هنا دي كلها بس علامات ليا عشان بس ايه تسهل لي الحل بتاعي. بعد كده سيادتك تعمل ايه؟ شايف اللاين ده؟ تيجي من هنا باستخدام مسطرة عادية، يعني ادي خمسة وتعمل نقطة، خمسة وتعمل نقطة، يعني تعمل علامات كده على اللاين ده عند 5 10 15 20 25 30 35 40 اللي هم ايه الثمان خطوط دول، وتيجي عند كل نقطه من دول وترسم الخط بتاعك. يبقى انت كده ايه قست مره واحده بس وعندك الطول كله ثابت، ادي البدايه وادي النهايه، مش كل مره هتفضل تقيس اللاين بتاعك طوله قد ايه، وادي رسم اللاين ده وبعدين ادي رسم الداش لاين وادي سنتر لاين. نكرر تاني، يبقى انت سيادتك هنا هتعمل ايه؟ ده خط ظاهر يكون 2 بي نص مليمتر، ده داش لاين 4 2 4 2، طبعا بالتقريب انت مش هتقدر تقيس، هي حاول تظبط ايدك يعني 4 مللي 2 مللي 4 مللي 2 مللي 4 مللي 2 مللي، ده اسمه سنتر لاين. بيتعامل بايه؟ المفروض يتعامل بال 35 من 100 مليمتر 2 اتش اللي معاك ده. خلاص؟ يبقى تيجي اللاين اللي هو السنتر لاين ده، ده عامل شرطه تقريبا سنتي وتسيب ملي وتعمل نقطه ملي سنتي او 10 ملي وهكذا. يبقى ايه سنتي ملي وده نقطه وملي وده عامل ايه وده عامل سنتي، او يعني اوسع من الملي شويه مش هتفرق، يعني اهم حاجه تبقى ايه بيكون الشكل زي ما انت شايفه يطلع في الاخر كده، والشرطه دي تكون ما بين سنتي وسنتي ونص، سنتي سنتي ونص وهكذا. تكرر ده، يعني اهو جايبهولك خط ظاهر خط داش لاين خط سنتر لاين ظاهر داش لاين سنتر لاين، مفيش سنتر لاين تقريبا تاني. حلو جدا. طيب وبعدين؟ يبقى انا كده خلصت من المجموعه اللي فوق دي، اتبقى معايا الشكل الغريب ده وشويه دواير وشويه خطوط راسيه على اليمين وعلى الشمال. ايه الاسهل؟ يعني بص يا باشمهندس، لو انت بعد ما رسمت دول، يعني انا عايز اسهل عليك وعايز اعمل رولز تمشي عليها في اي رسمه بعد كده، خطط وفكر وحدد اولويات انت هترسم ايه قبل ايه. فاحنا رسمنا شويه اللاينز دي خلاص اهي اللي هم دول. بعد كده الاسهل هو الدواير واللاينز الفيرتيكالز دي. ليه بقى؟ لان هو اداك المسافات من فين؟ بص بقى من هنا كام المسافه دي؟ اهي دي كام دي؟ 60 ملم. يبقى كانه بيقول لك تعالى من هنا واطلع 60، وده عامل السنتر لاين هو الخط ده اهو، عمله معاك اهو اهو. يبقى الخط ده على ارتفاع كام يا شباب؟ على ارتفاع 60 ملم، والخط الرأسي ده في نص المسافة دي بالظبط، في نص ايه؟ في نص المسافة دي بالظبط، تمام؟ يبقى دي سنتر لاين رأسي سنتر لاين أفقي، تعمله سنتر لاين. بص واخد بالك اهو هنا سنتر لاين اهو، ده مش خط ظاهر متصل، لا ده سنتر لاين اللي هو زي ده اهو، ده زي ده، تمام كده يا شباب؟ وده يا شباب قاعدة ثابتة معاك، أي دايرة او اسطوانه لو انت ترسم 3 دي لازم يكون فيها ايه يا شباب؟ لازم يكون فيها سنتر لاين عشان تحدد بالمركز. طيب حلو، برضو نفس الكلام هو هنا ايه عايزك ترسم مجموعه دوائر، ومجموعه الدوائر دي برضو كونتينوس داش لاين سنتر لاين. طب هتقول لي طب هنا كانت الاربعه ماشي ممكن اقيسها واقدرها، هنا ايه اقول لك برضو خدها بالنظر بالتقريب بالتقريب 4 2 4 2 4 2 وهكذا، مثلا دي واحد ونص مسافة نقطة واحد ونص وهكذا، واحد ونص تقريبا بالبرجل، وزي ما قلنا ثبت النقطة هنا بسن البرجل وتفتح البرجل وترسم مرة واحدة، البرجل بتاعك يكون اتش بي ويكون ايه نص مليمتر، لان احنا ما بنفنش الدوائر بترسم مرة واحدة، وانت ثبت البرجل اوعى تعمل خرم هنا كبير، لا يا دوبك بس تبقى ايه علامة سن البرجل لازق فيها وخلاص. طيب عشان برضو تبقى راجل سمارت وذكي وبتسهل على نفسك، انت عندك كام دايره هنا يا اخ؟ عندك ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 دوائر، المسافه بين كل واحده نصف قطر واحده والثانيه كام هنا؟ 5 مللي. اكبر دايره كام؟
بص هنا هو القطر الخارجي كام؟ من هنا لحد هنا كام؟ 90. طب انا لما اجي ارسم البرجل برسم 90 ولا برسم نصف القطر؟ انا برسم نصف القطر، يبقى انت هتفتح المسافه دي بس اللي هي 45 مللي، يبقى سيادتك هتفتح ال 45 مللي، تركز بسن البرجل هنا وتيجي ترسم اول دايره. طيب عشان ارسم الدايره الثانيه والثالثه وهكذا، طب ما المسافات ما بينهم ثابته خمسات اهو، يبقى في الاول تيجي انت عامل ايه على اللاين ده مثلا، وتيجي انت عامل علامه عند هنا عند 5، علامه عند 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40. خلاص يبقى دي كده علامات انت عملتها، وتيجي بقى كل اللي عليك تركز بسن البرجل هنا وتفتح لحد هنا، وده عامل الدايره الثانيه، تركز بسن البرجل هنا وتفتح لحد هنا، وده عامل سنتر لاين، وهكذا. يبقى انت كده ما استخدمتش المسطره غير مره واحده عشان تقيس وتعمل علامات عند كل جزء وترسم، مش كل مره تروح تقيس وتيجي مره تبقى 5 وشويه، مره 5 الا، فتبص تلاقي في مسافه يعني بتهلك نص ملي، ده يعني حاجه صغيره، لكن لما تيجي ترسمه يعني لو المسافه دي جات معاك 5.5 ودي 4.5 باينه جدا، تلاقي ان دي واسعه ودي ضيقه، بتبان عادي احنا بنعرفها. خلاص يبقى انت كده عرفت ايه هتبدا ازاي. يبقى احنا جينا هنا اهو، رحت طالع من هنا ال 60، عملت سنتر لاين افقي، وادي السنتر لاين الراسي، تمام. طيب البلوك اللي فوق ده على بعد كام من هنا؟ بص هنا اهي كام؟ 85. يبقى طالع من هنا 85، وده عامل ايه؟ لاين افقي اللي هو السنتر بتاع المستطيل ده اهو، على بعد 85 من تحت اللي هي دي يا شباب اهي. برضه ده كله معمول بايه؟ بالقلم ال 35 من 100 2 اتش، لان ده خطوط خفيفه كلها، وفي حاجات منها كتير همسحها. وما تنساش انت وشغال كل شويه امسح ادواتي، اطلع بواقي المسح بره اللوحه بتاعتي، واتاكد ان ايديا نظيفه وادواتي نظيفه واللوحه بتاعتي على ما يرام. حلو جدا. بعدين نعمل ايه يا شباب؟ ادي راسم الدوائر بتاعتي زي ما انا قلت لك، يبقى ادي ال 90 وادي ال 5 وهكذا زي الشكل بتاعك. فيها مشكله دي؟ ان شاء الله ما فيهاش مشكله. يبقى ادي السنتر لاين بتاعك اهو ده كده. طبعا اي زوايد من هنا دي تتمسح خلاص بقى، ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه دي. نيجي بعد كده انا عايز ارسم اللاينز الفيرتيكال. طيب اللاينز الفيرتيكال انا عايز برضو، هي على بعد كام؟ قال لك على بعد 55 اهي. 55 يعني تيجي من هنا تمشي 55، يبقى ده اللاين بتاعك الاولاني. طب ارتفاعه قد ايه؟ نفس الارتفاع ده اللي هو كلهم 90 90 90 90. يبقى اجي من هنا ادي ماشي كام يا شباب؟ 55 اهي، وادي راسم ايه؟ اللاين بتاعي. وبعد كده امشي خمسات، 5 10 15 20، وده عامل ايه؟ داش لاين داش لاين، سنتر لاين سنتر لاين، وزيهم الناحيه الثانيه. يبقى انا كده عملت ايه؟ رسمت المجموعه اللي من تحت. اتبقى معايا مين؟ البلوك اللي في النص ده. البلوك اللي في النص ده او المستطيل اللي في النص ده، تعالى بقى اقرا الابعاد بتاعته. اول حاجه انا عندي السنتر اللي هو النقطه دي. النقطه دي هنا اللي هي النقطه دي، اللي هي النقطه دي اهي دي. طيب هو طوله كله كام ده؟ 100 اهي، اكبر بعد 100. يبقى انا همشي من هنا 50 واعمل اللاين ده، وهمشي من هنا 50 واعمل اللاين ده. طيب ارتفاعه مالكش دعوه بالصغير ده، مالكش دعوه بالصغير ده، خليك بس في ده دلوقتي اللي هو ده. كام البعد من اول نقطه دي لحد النقطه دي كام؟ امشي كده بخط، هتلاقي كام هنا اهو، شايف خط البعد ده كام؟ الرقم ده 40. اوعى تنخدع وتقول لي 50، 50 دي بتاعت مين؟ بتاعت اقصى بعد عندك اللي هو عند البلوكات دي، فدي مش محتاجينها دلوقتي. يبقى الخط ده المسافه ما بين اللاين ده واللاين ده 40 اهي. يبقى تيجي من النص هنا تعمل ايه؟ تطلع 20 فوق و20 تحت. يبقى معنى كده انت هتعمل مستطيل ابعاده كام في كام؟ 100 في 40. يبقى تيجي هنا اهو اهو، يبقى دي ادي ال 40 اهي وادي ال 100، يبقى دي 20 و20، ومن هنا كام؟ 50 و50، عملنا اللاين ده وعملنا اللاين ده، يبقى ده كده البلوك الاولاني. حلو جدا. عايز اعمل ده بقى، ده كام يا باشمهندس؟ 40 عرض ده، الطول ده 40، والارتفاع ده هنا بقى هو مش مديهولك، تحسبه انت، تحسبه ازاي؟ بص بقى، مش دي 40؟ ايوه. ودي كام؟ 50. يبقى معنى كده الفرق ما بينهم كام؟ 10. يعني معنى كده 5 هنا و5 هنا، يبقى الحته اللي بره دي 50. طيب عفوا، دي 5 ودي 5، ماشي. طب المسافه من هنا لهنا قايل لك كام؟ امشي بالخط اهو، امشي بالخط، امشي بالخط، هتلاقي كام؟ 20.
طب اذا كان من هنا لحد هنا 40، يبقى الحته دي كام؟ دي زائد دي 20، يعني معنى كده ان دي 10 ودي 10، يبقى البلوك الصغير ده 15، 10 من تحت و5 من فوق، وعرضه 40. طب اعمله ازاي ده؟ بص بقى هنا، وبتيجي من هنا اهو بالشكل ده كده، يبقى تيجي من الخط هنا دي ماشي كده كام؟ 20 وكده 20، وتيجي من هنا تطلع 5 وتنزل 10، نفس الكلام من تحت اهو كده. انت بتعمل ايه برضو؟ كل الخطوط دي خط خفيف 35% و2 اتش عشان يبقى خفيف وباهت، يا دوبك تبقى شايفه بالعافيه عشان لوحتك تفضل نظيفه ولو مسحت ما تبصش منها. طيب اتبقى ايه تاني معانا؟ الدايرتين دول، خلي بالك دول دايرتين اللي من جوه ظاهره، ونصف قطرها كام؟ 14. تلاقي كاتبها لك هنا اهي، اهي من جوه اهي، وده 14 اهي، اكبرها لك اهي 14. والدايره اللي من بره اللي هي داش لاين قطرها كاتبه لك من بره هنا الناحيه دي اهو، وكاتبها لك هنا كام؟ 16. يعني نصف القطر هنا كام؟ 1.7 والتاني 8. دول بقى ممكن تستخدم فيهم الاسطمبه بتاعت الدوائر، عشان ممكن البرجل بتاعك ما يعني يبقى صعب شويه، لو دايما بيبقى استخدام البرجل في الدوائر الصغيره بيبقى صعب، بس يعني ممكن تعمل البرجل دي تعتبر الى حد ما كبيره شويه. المهم يبقى انت عندك، طب المسافه انا عايز ارسم الدايره دي والدايره دي، لازم يا باشمهندس تحدد سنتر لاين. طب انا عندي الخط اللي في النص ده موجود من الاول، يبقى اتبقى معايا الخط ده والخط ده، طب المسافه ما بينهم كام؟ اهي كام دي؟ 70. يبقى 35 يمين 35 شمال، وده عامل الخط ده والخط ده عشان تحدد المركز، وده اللي هو ايه عامله هنا اهو، واحد وادي التاني اهو، يبقى ده كده المركز بتاع الدايره. ما تبقاش معاك غير ان انت ايه تمسح اللاين ده وتمسح اللاين ده، وهنا ترسم الدايرتين وهنا ترسم الدايرتين، وترسم خط زي هنا، وتعمل اللي هو ايه الهاتشنج لاين دي، دي بيسموها السكشن لاينز، اللي قلنا تتعامل بايه دي يا شباب؟ ب 2 اتش و35 من 100 بزاويه 45 درجه كده، وزاويه 45 درجه، ودي برضو بزاويه 45 وزاويه 45 درجه. دايما الهاتشنج لاين بنعملها بميله بزاويه 45 درجه باستخدام مسطره حرف تي والمثلث اللي هو 45 45. بس يبقى انت الهدف من اللوحه دي كلها احنا استفدنا ايه؟ ان انت تبقى فاميليار باستخدام الادوات، ان انت تعرف تعمل خطوط افقيه موازيه لبعض، ان انت تعرف انواع اللاينز وتعرف ترسم كل لاينز، ان انت تقدر تفرق بين السمكات المختلفه بتاعت اللاينز وبعضها، ان انت تعرف ترسم دوائر، ان انت تعرف تقيس ابعاد. فانت اللي انت تعلمه في اللوحه دي هو اللي هتمشي عليه بعد كده في كل لوحاتك. بعد كده تبقاش معاك غير ايه؟ ان انت ترسم الشكل بتاعك بالشكل ده. يبقى انت كده سيادتك رسمت اللوحه الاولانيه بتاعتك اللي هي دي. لو انت مشيت باللي انا قلت لك عليه ده مش هتكمل معاك نص ساعه، نص ساعه ده كتير جدا كمان. لكن لو انت بدات من فوق واتلخبطت ومش عارف تعمل ايه وما رتبتش افكارك، يعني هتبقى صعبه جدا بالنسبه لك. اي خطوط بقى ملهاش لازمه المفروض نمسحها، زي اللاين ده زي اللاين ده، اي حاجه بعد كده ايه نمسحها. نيجي بقى للرسمتين دول، الرسمتين دول المفروض انا هرسمهم في الاريا دي، تمام؟ يبقى لازم اقسمها نصين، قسمناها نصين. بعد ما احنا قسمناها نصين نعمل ايه؟ عايز ارسم دي هنا وارسم دي تحت مثلا يعني. يبقى نيجي كده يا شباب، لازم الرسمه دي تكون في النص بالظبط، يبقى المسافه اللي فوق واللي تحت واليمين والشمال قد بعض. نعمل ليها ازاي دي؟ اوصل الدياجونالز مع بعض واحدد مين السنتر بتاعي. طبعا انت ما تعملش اللاين كامل، انت جاست ممكن تعمل علامه كده وعلامه كده، خلاص العلامتين دول من هتحدد المركز ده، يبقى ده المركز بتاعك بتاع الشكل المربع. العلامه دي معناها ايه يا شباب؟ المربع ده معناه ان ده مربع 60 في 60، يعني ده 60 وده 60 الضلع ده. طيب اعملها ازاي؟ انا دلوقتي واقف هنا اهو، واقف في السنتر بالظبط اللي هو تقاطع الدياجونالز مع بعض، تقاطع الاقطار مع بعض، وصلت للنقطه دي، النقطه دي اللي هي النقطه دي. يبقى انا اجي من هنا ادي ماشي كام؟ 3 سم كده و3 سم كده و3 سم لفوق و3 سم لتحت، زي ما انت شفت دلوقتي. وادي واحد، ادي التاني، ادي التالت، وادي الرابع. عملنا كده ايه الفور لاينز بتاعتنا يعني، خلاص. بعد كده يا باشمهندس المفروض انت خلاص تمسح ايه الدياجونالز بتوعنا دول، ما لهمش اي لازمه. نيجي بقى ايه الخطوط اللي انا عاملها دي. بص بقى معايا ازاي هبني الشكل الغريب اللي موجود من جوه عندك ده. بص بقى، هي دي 60
وكم مثلث هنا عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى المسافة بين كل واحدة والتانية كام؟ 10. يبقى أنت سيادتك تعمل إيه؟ تيجي هنا تقسم ده لست أجزاء، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وأدي الستة. وتيجي من كل لاين تعمل خط خفيف 45، 45 كامل، كلها خطوط كاملة 45، وتعكس الناحية التانية، تيجي من النقطة دي وتطلع 45، 45، 45، 45، وتعمل الشبكة دي كلها. هكرر تاني، أنا عارف إن أنا صدعتكم، معلش. كل اللاينز دي تعمل بيها شباب ب 35% القلم بتاعك و2 اتش عشان تبقى إيه، خفيفة خالص. على فكرة يعني ده لمصلحتك، يعني ده هيظبط معاك الرسومات بتاعتك وهيخلي إيدك يعني متمكن من القلم والأدوات وما يبوظلكش اللوحة. المهم بعدين نعمل إيه بعد كده؟ بعد ما أنا عملت الشابلونة بتاعتي دي والخطوط المتقاطعة دي كلهم دول عملتهم بيه أنا في مثلث 45 درجة لما يكون راسي على مسار حرف T. بعد كده تمسكهم لاين لاين، مثلا زي ده، والله ده ظاهر وده ماله ممسوح، وبتيجي هنا تسيب ده ظاهر اهو وتمسح اللي فوق ده. طب اللي بعده ظاهر ممسوح، ظاهر ممسوح، يبقى هنا اهو ظاهر تمسح ده، ده تسيبه ظاهر وتمسح ده، وهكذا يا باشمهندس. اول ما تعمل كده هتلاقي الشكل بتاعك بالشكل ده. بنفس الطريقة يا باشمهندس المفروض تعمل الشكل ده. هنا ده 70، عندي 7 في 7 عشان كده عامل لك علامة المربع دي. 70 في 70 يعني 70 مللي في 70 مللي، يعني 7 سنتي في 7 سنتي. طيب كم جنب هما؟ ادي واحد، ادي سنتي، وادي التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. يبقى تعمل شابلون هنا ايه؟ هنا كانت الشابلون بتاعتك او الخطوط بتاعتك مايلة ب 45 درجة يمين و45 درجة شمال، هنا كلها خطوط رأسية، وتعمل خطوط رأسية كده، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وهنا زيهم، واحد، اثنين، ثلاثة، أفقين بقى، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وبعدين تمسح بقى إيه الحاجات اللي ملهاش لازمة، والمفروض ترسمه يكون موجود في النص هنا، زي ما موجود قدامك كده. خلاص كده يا باشمهندسين، يبقى إحنا كده إيه؟ عرفنا إزاي نرسم رسومات، أو إيه الخطوات الأساسية في رسم. طبعا احنا لازم يبقى معانا هوم وورك، الهوم وورك بتاعك ان شاء الله ان انت ترسم الاشكال دي موجوده في كتابك، اللي هو 6 و10 و12 و17. ده الواجب بتاعك ان شاء الله، ترسم اللوحه لاربع ارباع، وكل ربع ترسم فيه ايه؟ واحده من الاربعه دول بالطريقه اللي احنا اتعلمناها مع بعض. خلاص؟ طبعا ده الجدول المقرر الرسم الهندسي بتاعك ان شاء الله اللي انت هتشتغل عليه. يعني بنحاول نقوله لك في بداية الترم عشان تبقى عارف كل أسبوع هتاخد إيه، وامتحانات أعمال السنة إمتى، وكل الكلام ده. إحنا بيبقى معانا 3 امتحانات أعمال سنة، يعني تقريبا ده امتحان أعمال سنة لا هتاخده في الأسبوع الخامس، امتحان تاني في الأسبوع التاسع، وامتحان في نهاية الترم. ودي المواضيع اللي إحنا ندرسها، وده الواجب، يعني كل حصة مكتوب لك هنا هتاخد إيه، وهكذا. خلاص خلوه معاكم وطبعوه والزقوا في أول لوحة، عفوا في اول صفحه في الكتاب بتاعك بعد ما تشتريه، عشان يبقى ايه يا شباب، عشان يبقى جايد ليك وتبقى عارف الواجب بتاعك ايه، لان احنا مش هنقول لك ايه الواجب بعد كده، انت سيادتك تبص في الجدول ده تعرف ايه الواجب على حسب انت في انهي اسبوع. مثلا الاسبوع التاسع اللي هو ده بلاش الثامن مثلا، هتلاقي نفسك خط دول في سيكشن ان شاء الله يبقى قصاده اوتوماتيك على طول، تبقى عارف ان ده هو الواجب بتاعك. تمام كده، كده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا بتاعت النهارده. شكرا لكم لحسن استماعكم، دمتم في حفظ الله، نلقاكم في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.